السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم هشام للطبخ. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة تاع بتي بان، راح نديرو ميني بتي بان صغار بلا باتا بريوش بدون عجينة مورقة. راح ندير كمية كبيرة باسكو على بالي بلي كاين بزاف يبداو يتقلقوا من العجين، شغل يعجنوا صباح ربي يعجنوا العشية. الوصفة هذه راح نديروها بطريقة سيك نخدمو كونتيتي قيس هذاك النهار، وكونتيتي قيس نقدروا نقولوا حتى 3 أيام 4 أيام على حسب أفراد العائلة تاعكم، تقدروا تضعفوا كما حبيتوا. ثم نديروا هذا كيفاش نخبوهم وكيفاش نجيو نطيبهم، يعني يوميا ناكلهم حاجه جديده كما يقول، ما نطيبهمش كومبلي على ضربه ومن بعدك نجبدوهم الكونجيلاتور طايبين باش توجور يخرج سلعه واحده تخرج سلعه فري. اذا اول حاجه المكونات، عندنا الفرينه، راح نستعمل 3 كيسان كميه 500 غرام هكذاك. انا نستعمل لهنا فرينه تاع مور كما العاده. عندي ايضا شوكولاته تاع اوبتيلا باش نديروها لداخل، تقدروا ديروا الشوكولاته تاع الطلي ولا حبيتوا الا ما كاش متوفر ديروا تاع الحبات كما حبيتوا. هي تاع الطلي تجي سهله شويه في الخدمه. زوج حبات تاع البيض، عندي هنايا 150 غرام تاع الزبده، مغرفه كبيره تاع اللحظه. انا حنا عجن بالماء، ما درتش راني نسيت باش ندير كاس تاع الماء لهنا. انا حنا عجن نوم بالحليب، بصح كاين اللي ما عندهمش الحليب باش تشوفوا باللي عادي ولا الحليب، وحده من الزوج. مغرفه كبيره تاع اللحظه. عندي لهنايا ايضا السكر، عندي دوك نوزن لكم بالمغرفه 75 غرام. خميره الخبز، خميره الخبز مغرفه هكذاك، حوالي 10 غرام تاع الملح، مغرفه صغيره معمره مليح تاع قهوه، وشويه فانيليا، ونروحو نوجدو لاروسه تاعنا مع بعض. اذا الحاجه الاولى نبداو بالفرينه كما العاده. انا الفرينه ندير 3 كيسان تاع 240 ملي تعمرهم مليح للفم، اللي ما فين يشوفوا لاروسه على بالهم. انا دوك حنوزن ديريكت هذاك رطل، هاوليك الكاس هذا يا تاع 240 ملي تعمروه بالفرينه للفم وشويه زياده 3 خطرات، هي 500 غرام. غرفه كبيره تاع اللحظه معمره مليح، قلنا اللي ما عندوش الحليبه. ايضا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز. السكر لهنا راني داير 5 مغارف كبار، تقدروا ديروا نتوما 4 تقدروا ديروا 6 على حسب، انه مليح ديروا 5 بيناتهم. زيدوا لها جوج حبات تاع البيض، بسم الله، وفاني شويه دوكا شويه نكملوها من بعد. نديروا لها نص كاس تاع الماء بارد باش ديماري برك، ومن بعدك نزيدوا لها الماء. نزيد لها نص اللي بقى، دا راهي تلمت العجينه تاعنا، يعني شوف خذات لي كاس تاع هاي. كيفاش تجي العجينه؟ تجي طريه، ما تجيش حاكمه روحها بزاف وما تجيش طريه سائله. دركا لهنا الا كان البيض تاعكم كبير زوج حتشد لكم كاس ما كومبلي، الا كان البيض صغير تقدر تشد لكم كاس ما كومبلي زيدو شويه. دركا ندير لها كامل الزبده قطع صغار 150 غرام، قطعتها مرصوات صغيره تكون شويه طريه باش تدخل بالخف في العجينه، ونخليها تعجن دركا حوالي 8 دقائق. دركا هكذا كي عجنتها 8 دقائق نجي نزيدها الملح، نعاود نخليها تتعجن، نزيد لها شويه لافاني تاني اللي بقات زوج دقائق ونحبسها. ولي راهو يعجن باليد نفس الشيء، باليد ما كان حتى بروبليم. اذا هاي لك العجينه تاعنا كيفاش تجي، تجي طريه الاستيكي هذا باسكو خدمناها مليح بالبيترا. ممكن تعجنوها تخرج لكم هذا تعيكم شويه من باش كما يقولوا نكونوا صراحه بالبيترا تمد لكم نتيجه افضل، بصح ماشي ديفيرونس كبيره يعني ما تنجحش تخرج لكم لاروسيت هايله ما شاء الله. نحبطها دركا فقط هكذا، نسقمها نخليها تخمر ونعاودوا ليكم. إذن هكذا شوف الله يبارك خمرت ما شاء الله فرينة كيما راكم تشوفوا. شوفوا هذا ما تقدوش تفاصونيها، هذه نورمالمون اللي على بالهم الطريقه ما على بالهم، اللي ما على بالهمش ما على بالهم كيفاش نخدم انا البريوش مؤخرا كما يقولوا. نخليه يخمر، نحطو دوكا سنيوه شويه خما واسمو فرينة، نحط لاباط ندير لها فرينة تاني من الفوق هكذا، سينو ماش تقدروا تفاصونيوها. تقدروا هنا تخدموها مثلا حبيتوها بريوش مدور، ما حبيتوش زعما تحطوها تكونجلا راكم مجروبين، تخدموها بريوش هكذا وتفاصونيو، تعمروا الشيكولا وتغلقوها. هذه سهله بصح بتي با باش يجيكم شباب، باسكو الدراري بزاف يحبوا بتي با. نديروا توجور الطريقه هذه، انتوما ما راكمش مقلقين. ندخلها نغلقها دوكا بسيلوفان نغطيها مليح، نخليها واحد 20 مينيت في المجمد تبرد باش نخدمها فاصيل كيما يقولوا بالخفض فاصونه
ونجي نكمل الوصفه تاعنا. الكلابات تاعنا قسمتها على زوج بق باش نقدر نخدمها، ما عنديش لي سباس بزاف. نجي نديرها شويه فرينه ونفتحها باش ندير بها بتيبه تاعي. هكذا شوفوا كي بردت، تقدر تخدمها اكثر من اللي كانت مقبله. شفتوا كيفاش كانت بزاف طلقة الريحه، ما تقدرش تخدمها. هذا تخدمها آلات. بسم الله نبدا نفتحوها رقيقه، بس كنا حنا ندير ميني بتيبه، ما حش ندير بتيبه كبار. هذا كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجي نحي الزوائد فقط، قطعها على زوج ونقطعهم صغار كما قلت لكم. انا راح ندير ميني بتيتا، حبي يكون نقطعهم هكذا صغار. وكان لهنا الشوكولاته طابتي اللي درتها في هذا لابوش باش تسهل لي الخدمه، ونجي ندير لهنا هنايا. بسم الله خلي غير شويه في لي كوتي برك، ما ندلهاش هكذا. بسم الله غير بالعقل نغلق عليها هنا، نعبص شويه على بياخذكم، نخلو شويه في لي كوتي ما ديروش باش ما تسيحلكمش بزاف. ومن بعد غير هكذا هنا نغلقها بيدي هكذا برك ميني بتيبا باش يخمروا يولوا قد هكذا شابين. فوني خدمتهم كامل، خرجت لي تقريبا واحد 40 حبه هكذا، كل 45 حبه. كنت كون ما نخدم زعما هكذا 10 حبات باش ندير ستة في سنيوه، نبعثها تروح الكونجيلاتور باش نربح الوقت، نكمل نخدم حبات الاخرين. تما ما بيد نخدم حبات الاخرين جبت سنيوه يكونوا حكموا روحهم شويه، باش كي نحط ايطاج مع ايطاج ما يتعبزوليش البتيبا تاعي. ومن بعدك واش ندير، راني خدمت انا كميه نسحقها، هاوني كان انا ديجا عمرت شويه هكذا. نكمل نعمر بسم الله، نحكم الحبات لي باردين، ما نديرش اللي درتهم دركا على بالي بلي بردو. من بعد نجيب ورق زبده هكذا، الا ما كاشه، اذا كانت عندكم كشعه باش ديروها ولا كيما البوراك. ونحطو فوقها ايطاج واحد اخر. ماك نحكم سيلوفان هكذا باش ما يدخلهمش الماء، نضمن بلي ما يدخلهمش الماء، نغلفهم مليح سيلوفان ونغلق عليهم بورت مونجي. هكذا ندخلهم يتكونجلاو. كي نحب نطيبهم عاده، انا عندي زعما نقولوا حبيت نطيب 6 حبات غدو من داك الصباح ربي، جبت 6 حبات نحطهم يخمروا، ندوريهم بالبيض ومن بعدهم يطيبوا. انا واش راح ندير، راح نطيب غير هذوما 10 حبات، نخليهم يخمروا، نديرهم في الفرن يخمروا، حاول نطفي عليها ماشي شعله دافي برك، حوالي 20 مينيت هذاك يخمروا ونعاود نولي لكم. اذا هام ليكم بعد ما خمروا شويه بخليتهم حوالي ربع ساعه فقط، ما نخلوهمش بزاف سيرتو باسكو ان لاباط تاعي راهي طريه. الا كانت لاباط طريه وزيد خمرت بزاف سي بون، البتيبا لافون تاعو كامل تروح. هكذا هادو ما خلونا منهم، زيتهم على الاخرين دوك حبات الاخرين زيتهم شي شابين. نجي ندهن البيض، انا درت حبه بيض مغرفه ماء، درت شويه تاع الملح. هذوك اللي راهم في الكونجيلاتور ما نزيدلهمش البيضه، ما ندهنهمش بالبيض حتى نخرجوهم. دوك نفهمكم، زعما مثلا نقولوا تاع الكونجيلاتور انا خرجناهم دركا من الكونجيلاتور، نحطوهم في سنيوه نخلوهم يخمروا. هذوك ياخذوا لكم الوقت كيمشي كيما هادو، باسكو تروح لهم البروده هكذا باش يخمروا، يخمروا واقيلا حتى ممكن 45 دقيقه حتى ساعه. لما تشوفهم هكذا العجينه ولا طريه باش تجوا ديروا لهم البيض، باش علاه ماذا بينا يطولونا الماكسيموم، باسكو هذيك راني ندير لكم كميات ما تاع سمانه. العجينة تاع بريوشة فيها البيض سمانة ما يصالها والو، عادي كي طيبوا كل يوم 6 حبات 8 حبات تبقى لكم سمانة، فوق سمانة ماشي مليح. إذا هاميك لي ميني بتيبا تاعنا كيما قلنا، هادو ما راهم طابو، الآخرين وقت ما حبيتو خرجوهم خلوهم حوالي نص ساعة فقط يطلقوا روحهم يخمروا، دهنوهم بالبيض خلوهم يخمروا وطيبوهم. نتمنى إن شاء الله الوصفة عجبتكم، نبقى نروح ندوقوهم. بسم الله هادي أنا نزلتها شوية شيكولا. بسم الله شوفوا هي كيفاش تجي بلا ما نزيدو لها شيكولا، يعني تجي ما شاء الله شيكولا الله يبارك. هذه هي.